استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم في قصر الإليزي على أمل إعادة إطلاق التعاون الثنائي بين البلدين الذي تشوبه خلافات. وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ بعد أقل من 3 أشهر على استلام شولتز المستشارية الألمانية في دجنبر الماضي بأزمات في فرنسا وألمانيا اللتين اتخذتا عدة قرارات بسبب ضغط الحرب التي أثارت تداعياتها قلق الجانبين. وأدى قرار برلين بإنفاق ما يصل إلى 200 مليار يورو لدعم أسعار الغاز المرتفعة ورفضها تحديد سقف لأسعار الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي أدى إلى إثارة قلق عواصم أوروبية أخرى تخشى تأثير القرار الألماني على تكاليف الطاقة لديها. وتتلقى فرنسا طلبات التزام للتعاون في مجال الدفاع نظرا لخطط برلين لإنشاء درع صاروخية مع دول أخرى من حلف الشمال الأطلسي باستخدام معدات أمريكية. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع المحلل السياسي من باريس مجيد بودن. أستاذ أهلا بك. بعد محادثاتهم الثنائية ببرلين في 3 أكتوبر يجتمع من جديد الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني اليوم في باريس. ما الذي تمخض عن اجتماع هذا اليوم؟ يعني هي إعادة ربط العلاقة من جديد لأنه كان هناك فتور وكان هناك مجلس وزاري مشترك بين المجلس الوزاري الفرنسي والمجلس الوزاري الألماني والذي وقع تأخيره، وكان ذلك أعطى انطباعا سلبيا. فأراد رئيس ماكرون والمستشار شولتز أن يعوض ذلك بإشارة إيجابية، ووقع هذه الإشارة الإيجابية. ما هو الوضع؟ هناك فرق بين الواقعين الألماني والفرنسي، حيث أن ألمانيا لها تبعية في الطاقة، في استهلاك الطاقة من روسيا، وهي أكبر تبعية في الاتحاد الأوروبي، وهذا يشكل ثقل كبير على الاتحاد الأوروبي. ولكن فرنسا وبقية الدول الأخرى تتفاهم الموقف الأوروبي ويريدون مساعدة ألمانيا في هذا النطاق. وهناك في هذه الاتفاقية تمكن البلدان الأعضاء الأوروبيين الآخرين من تزويد ألمانيا بهذه الطاقة، وهذه نقطة وقع التطرق إليها، وحسم الأمر في ذلك بأن كل الطاقات الأوروبية ستساعد ألمانيا في هذا. ولكن ألمانيا من ناحية أخرى لها النقطة الثانية، هي اعتمادها الكبير على الصادرات إلى الصين، والوضع مع الصين هو وضع صعب الآن. ولكن هناك كذلك الموقف الثالث، هو اتكال ألمانيا على المساعدات الأمريكية التكنولوجية والأمنية والعسكرية، وهناك وقع التفاهم على هذه النقاط. ومن ناحية أخرى أن ألمانيا بمساعدتها المؤسسات الألمانية بحوالي 200 مليار يورو، وهو مبلغ كبير جدا، ستساهم كذلك في مساعدة بقية البلدان الأوروبية وخاصة بلاد أوروبا الجنوبية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا التي تعتبر هي جزء من الشق الجنوبي لأوروبا. وصار هناك تفاهم في هذه المسألة، أي نعم، أن الكل سيضع جزءا من إمكانياته للخروج من هذه الأزمة. كما هو معروف أستاذ بودن، يعني التعاون الثنائي بين فرنسا وألمانيا تشوبه خلافات، وهما بلدان كذلك يعتبران أول اقتصادين في القارة الأوروبية. بنظرك إلى أي حد يمكن لهذا الاجتماع بين ماكرون وشولتز أن ينزع فتيل التوتر بين باريس وبرلين، خصوصا في جانب التعاون الثنائي بين البلدين؟ يعني هذا التوتر هو شيء طبيعي بين حلفاء، يعني ليس هناك استفاف الواحد على الآخر، هناك تعاون، وهذا التعاون فيه خلافات، وهذه الاختلافات تعالج بشكل منطقي، ليس بشكل القوة أو ليس بشكل لي الذراع، هي بشكل منطقي حسب الواقع وحسب الإمكانيات. ألمانيا لها إمكانيات اقتصادية كبيرة، ولكن الآن الاقتصاد الألماني كان مبني على هذه الطاقة الروسية،
ولكن وقعت هناك مأزق. الاتحاد الأوروبي الآن يساعد ألمانيا وهي القوة الاستراتيجية الكبرى الاقتصادية الكبرى، ولكن كذلك يساعدون ألمانيا على أن تقوم بإعادة الخروج من العزوف عن التسلح، وستسلح نفسها وستكون في 2030 يعني أكبر أو ثاني قوة عسكرية من ناحية العدد في أوروبا. ومن هنا فرنسا ترى ذلك بشكل إيجابي، حيث سوف لن تكون لوحدها القوة العسكرية الوحيدة في أوروبا بهذا الحجم، وبالتالي هناك تعاون. الاختلافات هي محرك للتعاون، وهي شيء إيجابي لأن الحلول دائما موجودة إذا كانت حسن نية موجودة، والحسن نية موجودة بين الطرفين، والاتحاد الأوروبي يعمل على تضييق الهوة وعلى التماشي وعلى المشي قدما في هذا. وكذلك سيكون هناك انفتاح على بقية بلدان العالم. نعم. بشكل ثنائي بين ألمانيا وفرنسا، ولما تكون فرنسا في وضع دبلوماسي تريد مساعدة ألمانيا فتجد ألمانيا تساعدها، وهذا ما يصير في مثلا في الساحل الإفريقي وفي عدة بلدان أخرى، لأن هناك هذه الحساسية التي تلعب عليها روسيا. نعم. لكي تقصي فرنسا وأوروبا. نعم. ولذا هناك تكامل مهم جدا. شكرا مجيد بودن، محلل سياسي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.